رسالة طبعا على الموبايل او على الجهاز الابل اللي هو بيديك توكيد ترسس كمبيوتر او السماح لهذا الكمبيوتر بالتواصل مع الموبايل. تمام. بعد كده الموبايل عندنا بينزل على البرنامج بيظهر بالشكل ده، الايقونة اللي هي موجودة هنا بنضغط عليها. تمام. او موبايل جديد ريستور مثلا من موبايل تاني او من باك اب لجهاز تاني، ممكن نعمله هنا سيت اب على جهاز تاني. هو الموبايل تلقائي بيعمل سينكرونايزيشن او عملية مزامنة، بينقل الداتا اللي موجودة على البرنامج اللي احنا وضعناها للايفون او جهاز. ممكن ايضا عن طريق البرنامج الايتونز ممكن احنا نعمل تشيك فور ابديت او ريستور ايفون لنسخة قديمة. يعني مثلا لو النسخة اللي عندك مثلا iOS 10 مش مبسوط بيها او مش مرتاح معاها، ممكن ترجع لنسخة قديمة تانية منها. ممكن ايضا احنا نعمل باك اب من عن طريق برنامج الاي كلاود اللي هو الخاص بالايفون، اللي هو ممكن تحول من عليه داتا من الايفون للاي كلاود وممكن ترجعها تاني
كده بتظهر لنا رسالة طبعا على الموبايل او على ال